في يمكن لا عقدة الخوف من ركوب الطيارات. بتخاف تركب طيارة؟ طول الوقت لما بركب الطيارة، وده بيخلي حياة مراتي جحيم واحنا راكبين، بتخيل الحتة اللي الطيارة هتقع فيها. ياه، تخيل آخر مرة كنت راكب طيارة رايح فين وتخيلت إنها هتقع فين؟ كنت رايح، كنا رايحين، كنا جايين من لندن، وتخيلت ان احنا هنقع في البحر طبعا، اللي هو المشهد اللي كل واحد بيخاف منه يعني. وانت ما بتعرفش تعوم، ما بعرفش اعوم ما بتعرفش تسوق وما بعرفش اسوق عربية خالص خالص، مره. لأنك عصبي ومتهور، لا مره ولو سقت هتموت الناس. جبت مره مدرب سواقه، رحت يعني اتعلم في مدرسه سواقه، فبعد نص ساعه الراجل قال لي اركن، قال لي حضرتك عمرك ما هتتعلم السواقه لانك بتسوق بنفسيه واحد بيعدي الشارع. يبقى انت عندك عقده من السواقه. تخيل انا وانا بتعلم على السواقه، فبلاقي عربيه جايه من ورا، فببص كانها تخبطني.